اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في الجزء الاخير من ملعب الاهلي النهارده كابتن سمير عثمان. كلام كتير جدا عن حكم المباراه كابتن امين عمر. شوف بقى كابتن سمير عثمان هيقول لنا ايه في هذا الموضوع. ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازيك حضرتك؟ طيب معاك صحه سلامه كله تمام الحمد لله يا كابتن. نخش قول لنا الاول طاقم الحكام. طاقم التحكيم طاقم الحكام النهارده اللي لعب المباراه طاقم حكام دولي بالكامل امين عمر مع محمود ابو الرجال يوسف البساطي الثلاثه حكام دوليين ومعهم حكم رابع محمود رشدي وحكم اضافي من الحكام الواعدين محمود ناجي وعبد العزيز سيد. امين عمر زي ما احنا عارفين هو من ضمن الحكام اللي رايحين امم افريقيا لسه راجع من بطوله افريقيا للشباب. محمود ابو الرجال نفس القصه رايح بطوله امم افريقيا اللي هتتعمل في مصر وده يعتبر اخر مباراه ليه في مصر وبعد كده مسافر ليدير كاس العالم في بولندا الشهر الجاي باذن الله. طاقم حكام دولي على مستوى عالي بصراحه فنيا. رصدنا حالات ايجابيه وبعض الحالات السلبيه وده محمود ابو رجال اول واحد وجنبه عبد العزيز السيد وبعد كده امين عمر وبعد كده الحكم الرابع محمود رشدي تمام وبعد كده في اهو على الشاشه محمود ناجي ثم يوسف البساطي حكم مساعد. ده طاقم الحكام اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده طاقم حكام دولي بالكامل اللي داخل ارض الملعب. طيب الحالات اللي احنا جبناها يا كابتن بعضها في الحالات في الجزء في الشوط الاولاني وبعد كده في الشوط الثاني ماشي. دي اول حاله من الحالات كان في تسلل من مساعد الحكم رقم واحد محمود ابو الرجال. اما نشوف التسلل ده هتلاقي محمود مركز جدا في الكوره ماشي مع اخر ثاني مدافع. بص يا كابتن هنا هتلاقي ازارو مسابق بجزء من جسمه هو اخر لعيب يعتبر ومسابق اخر تاني مدافع من لعيبه نادي سموحه وكان قرار رائع طبعا من محمود ابو الرجال. دي كانت في بدايه المباراه طبعا ده التمركز بتاع محمود هو اللي سمح له والتركيز انه ياخد قرار زي ده سليم تمام. بعد كده في كره تاني هنا في احتكاك بين رمضان صبحي ولعيب نادي سموحه. معرفش ليه كنت حاسس يا كابتن ان كابتن امين مقل في الانذارات النهارده. لا بص هو كل واحد انت عارف يا كابتن ليه بتبقى سياسه معينه تمام. انما لو انذار طبعا مستحق لازم يدي فيها انذار يعني زي النهارده في الكره دي نكمل. في الكره دي بص هنا يا كابتن في احتكاك حصل بين هو خط احتسب الخطا الفني بعد كده في احتكاك حصل بين عمرو السوليه وحمص لعيب نادي سموحه. الاحتكاك ده هو اللي بقى اللي هيضطر بص هنا هو بيكلمهم هما الاثنين تمام. القرار اللي هنا اللي عمله امين يا كابتن رائع 100% رائع 100% تمام. ليه الانذار ده خلاص سكت كل اللعيب اللي ده اللي خلي بالك هنا ولا ده مشترك ولا حمص كان مشترك في الكره الاولانيه ولا عمرو السوليه تمام. هو حاسس بالفاول وخلاص خلاص دي مشكلته بقى هنا تمام. انما اللي يخش بعد كده وده يروح يكلمه والتاني يروح يكلمه ده طبعا ملهاش مغزى في القانون تمام. اللي عمله طبعا انذار هنا وانذار هنا طبعا الاحتكاك اثناء توقف اللعب وكان قراره سريع هنا في الكره دي. بعد كده عندنا الحاله الثالثه طبعا ده هنا في خطا سليم تم احتسابه على النادي الاهلي وهو بيلف بالكوره وبعد كده مثبته طبعا خطا سليم. وبص هنا برضو يا كابتن اسلام امين قريب جدا من الكوره. بعد كده نشوف الكوره اللي بعدها اتفضل. طبعا هنا الكوره دي ما فيهاش حاجه انا جايبها ليه؟ لان الاولانيه يعني بص هنا كابتن هنا امين بيجري فين بص فتح سبرنت بص اول ما وصل شايف ان في خطا بس خلي بالك في كانت الإنذار. المره الخامسه او الرابعه تمام انا معاك دي كان في البدايه دي كان ممكن في واحده كنت كانت بتكلم عنه. دي واحده كانت ممكن في الشوط الاولاني بس ترجع برضو لتقدير الحكم. انما في كره زي دي طبعا ده خطا سليم فنيا وهنا العقوبه الانضباطيه طبعا ليه ده افساد هجمه وعرض افساد هجمه وعرض بحكم ولكن احمد صبحي ما كانش يستحق انه ياخد انذار في كره قبل كده في كره قبل كده في كره قبل كده في الشوط الاولاني انما بجيب لك بقى الكره اللي هو ايه اللي كان خلاص بقى اللي هو صبر عليه كتير دي برضو كابتن ترجع لسياسه من سياسات الحكم أوكي. خلي بالك تمام. بص انا عاوز امين بص هنا السبرنت اللي عامله يا كابتن هتلاقيه حاطط وفتح لنفسه مجال الرؤيه برافو عليك وهتلاقي الانذار هتلاقي هنا اللعيب ما اعترضش خلاص عارف بقى لان كان ممكن ياخدها من الاول طبعا تمام. بعد كده في كرة بعد كده نقدر نشوفها ده هنا في تسلل من مساعد الحكم يوسف البساطي وبرده كان في تمركز سليم جدا من يوسف البساطي وتركيز. ماتش زي ده النهارده يا كابتن التسللات بتاعته بتبقى سريعه جدا وممكن تعمل مشاكل كبيره طيب جدا. انا بس هنا في الكرة دي الكرة مش جايه من لعيب نادي سموحه لا ده هنا فيها دي ارتداد ما هو في فرق بين ارتداد قلت لي قبل كده في واحده زي دي ارتداد يبقى خلاص هم ما يقصدش انما لو لعبها بقى بكامل يعني بتركيز ومتعمد لا طبعا يبقى استمر اللعب تمام.
ده تسلل من يوسف البساطي حكم مساعد رقم 2. طبعا مساعدين النهارده بصراحه كانوا رائعين في كل قراراتهم حتى قراراتهم الفنيه. نعم. بعد كده هنا طبعا ده في خطا تاني, هو طبعا هنا كان لازم برضو يفضل لازم انذار ليدي افساد هجمه وعد. هو بيكلم طبعا امين عشان ايه يسنيه عن قرار الانذار, بس امين طبعا حكم كبير. امين النهارده كان بيدير المباراه على فكره, ما كانش بيحكم. في فرق بين الاداره والتحكيم. الاداره ده مستوى اعلى. هنا طالما حسب فاول ودي هجمه واحده كان لازم برضو يفضل طبعا فيها انذار. يرجع لقرار الحكم, خلاص هو مقدر حاجه احنا التانيين مش شايفينها. طب وبعدين يا كابتن, يعني احنا هنفضل بقى مستنيين تقدير الحكم كابتن؟ ما هو القانون كله طبعا كل الاحترام للحكام, ولكن انا اقصد بس ان هو ما هو كابتن القانون كره القدم 17 ماده فيهم 14 ماده اذا كان في راي الحكم. اذا كان ده قانون ماشي تمام. ده بعد كده هنا في الكره اللي احنا جايبينها بعد كده برضو فيها خطا. طبعا أنا هنا برضو امينه معايا كتير, ليه دايما بيدوا فيها انذار مع ان انا ما ببقاش قاصد؟ ما القصد ده اتلغى, هو خلاص بره الكوره بس تمام. انا ما ببقاش قاصد فعلا. القصد التعمد ده اتلغى في قانون كره القدم ما عدا لعب الكره بالايد. بقى ثلاث حاجات, يا اهمال يا تهور استخدام قوه زياده. الكره دي هم اهمال. طب ليه ادى فيها انذار؟ ليه ادى فيها انذار؟ عشان دي هجمه واعده. اوكي تمام تمام. الكره دي دي الكرة طبعا دي احنا جايبينها نقول الهدف من الاخر ليه. طبعا احتكاك هنا حارس المرمى ده كان هنا مع زميله ما فيش مشكله خالص. بعد كده الكره اتلعبت. احنا هنا دي جايبينها طبعا ايه, دي بدايه النقطه اللي احنا هنتكلم عليها في اخر الحلقه اللي هي بتاعه الوقت الضايع. تمام. لامين احتسب وقت ضايع كتير. تمام تمام. هنا ما فيهاش دي كمل اللي بعد اللي بعد كده بالظبط. اتفضل يا سمير. ده هنا كل وقت ضايع. ليه هنا اللعيب بيتعالج في الملعب يا كابتن؟ المفروض اللعيب يتعالج بره الملعب الا في حاله واحده, لو في خطوره على اللعيب اثناء نقله ارض الملعب. نعم. هنا الحكم بيقدرها مع دكتور الفريق فممكن يعالجه في ارض الملعب. نعم. تمام. دي من ضمن الحاجات دي دخلت لها في حوالي دقيقه و40 ثانيه او 41 ثانيه بالظبط. انا عملتها في اول هنا دي لقطه انا جايبها للحكم الرابع. الحكم الرابع مهمته انه بيشير للاعبين قبل ما يشير للاعلام. يعني هو المفروض هنا طبعا اما كان دي طبعا لقطه دي ما حصلتش في التاريخ ابدا ان الحكم الرابع يشير للكاميرا بتاعه التلفزيون. المفروض يشيرها للملعب حتى لو بتاع الكاميرا ما جابهاش, خلاص دي مش مشكله الحكم. تمام. بس كويس ان فادت ان احنا عرفنا انها 7 دقائق, بس طبعا كان لازم من الاول. ده طبعا دي هنا اثناء اصابه لعيب نادي سموحه, طبعا يعني كان عنف فيه معاه شويه طبعا من ابو جبل. الخبط ده ممكن يأذي زياده. ده بالظبط كده. او ابو جبل جامد كمان. تمام. بعد كده في دي طبعا ما فيهاش حاجه. تمام. استمراريه اللعب دي كانت في اللقطه الاخرانيه اللي احنا جايبينها دي, وبعد كده نتكلم عن الوقت الضايع. ده اوف سايد. تمام بالظبط. ده كان تسلل برضو من يوسف البساطي. لان كان في تناغم. كانت قريبه تقريبا من نفس الكره اللي حسبها ضد وليد ازار. بالظبط. بص كابتن برضو الكوره دي هي برضو هي مش سهله, مسافتها بعيده عن مساعد الحكم رقم الثاني. بس واضحه ايه, هي صعبه شويه على الحكم, بس هي طبعا كحكم دولي بالنسبه له الكوره دي بتبقى ايه زي ما حضرتك قلت سهله. تمام. ده بقى دي طب بص يا كابتن, اول حاجه احنا عاوزين نتفق على حاجه. هنا الماتش مخلص. تمام. القانون بيقول لك ايه يا كابتن اسلام؟ قانون ان اي واحد ينزل ارض الملعب بدون اذن الحكم, عيد تاني, اي فرد الاجهزه الفنيه ينزل ارض الملعب بدون اذن الحكم يطلع بره الملعب. هو المفروض كان يطلع الاربعه خمسه دول, لو العشره نزلوا طبعا يطلعوا بره. بس طبعا في ظل الاحداث اللي مش بتحصل خالص غير في الدوري المصري بتاعنا هتبقى صعب قوي اللي بيحصل. يعني انا بصراحه هم هنا كانوا بيعترضوا على الوقت يا كابتن سمير. هم اللي بيعترضوا على الوقت, لان كنت سامع تصريحات كابتن ابراهيم بيقولوا هو مدي 10 دقائق. انا سمعته في قناه ثانيه 10 دقائق 10 دقائق. لا هو الوقت كان ان النهارده يا كابتن في ماده في قانون كره القدم يا كابتن. أيوه. الماده السابعه. الماده السابعه دي اسمها مده المباراه. ايه الماده السابعه بتقول في مده المباراه ايه؟ ان المباراه تتلعب على شوطين, كل شوط 45 دقيقه, بينهما استراحه فتره لاستراحه اللاعبين مده لا تزيد عن 15 دقيقه. تمام. من ضمن الماده السابعه يا كابتن فيها بند معين جدا, بند واضح بيقول ايه؟ تعويض الوقت الضائع. ايه تعويض الوقت الضائع دي؟ جايه بنص القانون كره القدم. تعويض الوقت الضائع يعني اي وقت الحكم يشوفه اثناء المباراه محق ليه انه يزوده في 4 حالات. ايه هم 4 الحالات؟ نعم. اصابه اللاعبين. اصابه اللاعبين,
نقل اللاعبين خارج ارض الملعب، الاستبدال، او احراز هدف في احراز الاهداف. نعم. ده الحكم هو يقدر يزود الوقت الضايع. انا شايف من وجهه نظر ان انا من افضل قرارات امين عمر النهارده هو احتساب الوقت الضايع. انا لما مرنا كده سريعا خلاص ننسى الشوط الاولاني، الشوط الاولاني ما كانش فيه مشاكل، والشوط الثاني، الشوط الثاني مثلا النهارده فيه خمس اصابات في الملعب، خدوا حوالي 6 دقايق ونص. يعني احنا مش هنلعب زي الباسكت هقول لك الدقيقه هنحسبها وبتاع، لا هي تقديريه. وعندنا فيه خمس تغييرات، يعني الاتحاد الدولي بيدي ريكومنديشن للحكام او توصيات بيقول لك ان التغيير ياخد له 30 ثانيه. تمام. يعني لو عندنا 6 تغييرات 3 دقائق، النهارده عندنا 5 تغييرات، يعني بتكلم في 2.5 دقيقة. تمام. مع اصابات اللي داخل ارض الملعب والتغييرات، فانا كنت متوقع بصراحه وانا بتفرج كنت متوقع يا امين هيدي يا من 7 يا من 8 يا من 7 يا 8، لان مفيش حد ايه هيدي 10 الا لو في حاجه مثلا في اصابه كبيره. من ضمن الاصابات اللي كانت طويله النهارده في ارض الملعب اللعيب بتاع نادي سموحه اللي قاعد داخل ارض الملعب حوالي دقيقه 40 ثانيه او 41 ثانيه بالظبط، دقيقه 40 ثانيه دي اللي كانت واضحه، دي اللي كانت لازم تتعوض. تمام. دي حصلت امتى يا كابتن؟ في خلال 90-59 بالظبط كده. انا طالما ان الحكم الرابع اشار الوقت الضايع، اشار وقت ضايع لازم العبه. طب نفترض انا اديت 7 دقائق وقت ضايع، 7 دقائق وقت ضايع، تمام، وفي لعيب اصيب في ارض الملعب في الدقيقه السادسه اصيب لمده دقيقه، يبقى لازم ازود الدقيقه على 7 دقائق. تمام. صح. دقيقه. تمام. لعيب اصيب مثلا ايه فتره طويله، احسب الوقت اللي باقي لي فقط، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني مش هحسب النص ساعه ولا الساعه، لا اشوف الوقت اللي ضايع ايه واكمله ل7 دقائق. يعني انا لعبت 6 دقائق فاضل لي دقيقه، حتى لو قعدت ساعه في الوقت ده انا هحسب الدقيقه الواحده. وده النهارده اللي عمله امين. يعني النهارده انا شايف من وجهه نظري امين اللي عمله في احتساب الوقت الضايع افضل حاجه النهارده عملها في المباراه. في ناس زعلانه ليه؟ مشكلتنا يا كابتن بيقولوا 10 دقائق وواحد سمع 10 دقائق وبعد شويه يقول لك 11 دقيقه 9 دقائق. هو لو كان ما كانش في وقت ضايع كنا هنقول هنا ما كانش في وقت ضايع، بس النهارده كان في وقت ضايع، واثناء الوقت الضايع اللي اتلعب كان في برضو وقت ضايع تاني. ده امين هنا طبق القانون، حسب الوقت الضايع واثناء الوقت الضايع زود الوقت اللي ضاع اثناء الوقت الضايع، وده بحكم القانون. ده امين طبعا عمله النهارده كان افضل حاجه في المباراه. المباراة مجملها مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا، ما كانتش على طاقم الحكام بس، لا كانت على الفرقتين، بس بخبرة أمين عمر ويوسف البساطي ومحمود أبو الرجال وبرضو الحكم الرابع كان برضو ليه دور مهم جدا في المباراة. أنا شايفهم نجحوا في إدارة المباراة وخلصوا بيها لبرا الأمان. الناس زعلانة عشان الوقت ضايع، بس الهدف يا كابتن إسلام أعتقد جه في الدقيقة 97 وكسور مع 7 دقائق، وكان في المفروض الوقت الاضافي الوقت الضايع، فده طبعا ما فيهاش مشكله دخل الوقت الضايع. فمباراه صعبه، طاقم الحكام بالكامل نجح فنيا وسواء عقوبات فنيه او اداريه، وربنا يوفق الحكام المصريين في خلال الفتره الجايه. صعبه جدا، لان انا متوقع ممكن بعد مباراه النهارده يقول لك طب عاوزين تاني حكام اجانب، لو حكم اجنبي برده كان هيعمل نفس اللي عمله النهارده امين. أتمنى الحكام التوفيق بإذن الله وباقي أفراد اللعبة بالكامل يا رب. تمام. إذن حضرتك شايف أن كابتن أمين عمر النهاردة وطاقم التحكيم في الوقت الضايع، في الوقت الضايع 10-10 ياخد كام من 10 في هذه المباراة؟ والله ممكن أمين مثلا في خلال المباراة كلها ياخد 8 من 10، لأن الماتش صعب، ماتش صعب وفي أحداث كتير جدا طبعا. و8 ده رقم عالي جدا، ولا في أحداث ولا حاجة، هي آخر بسبب آخر يا كابتن بسبب برضو نتيجة المباراة للفرقتين، فرقة عاوزة تكسب عشان تاخد بطولة وفرقة عاوزة تكسب عشان ما تنزلش. امين قدم مباراه كويسه، اديله درجه اضافيه في تقديره لاحتساب الوقت الضايع خاصه في الشوط الثاني. انا بشكرك جدا يا كابتن سمير، وهنكمل بس انا مع الجمهور شويه في حاجه مهمه جدا حصلت النهارده. يعني انا برضو انا علقت عليها اثناء تعليقي في بدايه اللقاء.